خبر غريب وحدث أغرب. يعني مرات نسمع أنه إنسان معين انتحر، قتل نفسه بسبب الضغوطات النفسية العصبية السترس، ضغوطات الحياة، ممكن فلوس ما عنده، ممكن انفصل عن خطيبته أو زوجته، ممكن الكثير والكثير من الأسباب اللي تخلي الشخص ينتحر، والانتحار كنا نعرف شنو نهايته. بس مان، تسمع بانتحار روبوت؟ هذا ما سامع به قبلاني. يعني روبوت ينتحر؟ ما أعرف. انتحار روبوت في كوريا الجنوبية بسبب العمل الشاق ولساعات طويلة وبدون فترة راحة بمعدل 15 ساعة يومياً. شنو يعني ناخلين نخل؟ يعني قلنا روبوت شغلوه 15 ساعة؟ زين هذا شلون انتحر؟ شلون انتحر؟ شلون انتحر؟ ممكن نعرف الطريقة اللي انتحر بها شنو؟ ما أعرف. زين الروبوتات البقية شنو موضوعهن؟ شنو موضوعهن؟ يعني هم راح ينتحرن؟ ما أعرف. زين ليش هالقد 15 ساعة يعني مشغلينه؟ هذا يعني أغرب خبر ممكن تشوفه، انتحار روبوت. يعني كان من الممكن أسمع انتحار موظف، انتحار طالب، انتحار شرطي، ما أعرف شنو. هاي ممكن نسمعها، هاي الأمور تصير، بس انتحار روبوت في كوريا الجنوبية؟ ما أعرف والله، ما أعرف. غرائب وعجائب كثيرة.